لسه مواليدين يا مو. صحتين وهنا تقبرني. عوافي وهنا ابن عمي. والله شي طيب. ما تاكلي يا مو؟ مالي نفس يا مو، والله ماني رايقه. شبكي دلال؟ ما دريت شو عمل عم جوزة ابو نصوح؟ دريت انه حاجز على نص البيت. ايه واليوم كان جاي يشتري النص الثاني. ايه شو يعني لا يبيعوه؟ ايه بس اخي معتز الله يخلي لي اياه يا رب، وقف بطريقه وما خلاه يساوي اللي بده اياه. لك؟ ما قال لي هالدرسان. ليش انت مهتم بمشاكل اخواتك؟ وشلون ماني مهتم يا مو؟ انت يا دوبك تهتم بمشاكل نسوانك، مالك فاضي لمشاكل اخواتك وهمومه، ومالك سائل عليهم. اما هداك معتز الله يرضى عليه، همه الوحيد امه واخواته، مو مثل اخو اللي رايح يجيب دلال مشان يبيع بيت العيله اللي عايشين فيه. يا مو بعرف انه هذا الحكي مو حكيك ومو طلبك، هذا طلب مرتك وطلب حماتك في ريال. هلا ولا بعدين يا مو، كل واحد بده ياخذ حصته من الورثه. خلص يا مو خلص، راح اعطيك حقك وحق اخواتك، ومن بكره بتجيب دلال يتمن هذا البيت والدكان، وخذه على ارض البور كمان. والبيت الصغير يا مو؟ هداك البيت إلي وملكي، بكره بس موت بتتحاسسوا انت واخواتك. بعيد الشر عنك، بعد عمر طويل يا مو. لك بده يرثني بالحياه. مو هيك قصدي يا مو. خلاص عصام، بدك تورثني بالحياه؟ يا حوينت التربايه فيك، والله ما بتتشبه هالقد لاخوك معتز يا مو. تضرب المصاري، تضرب المصاري، شو عم تساوي فينا؟ شوفونا.